الهدف من هذا الاختيار المبدئي في المرحلة الأولى هو اختيار خاص بعض الشيء، لأن لدينا ناديين وهما SPC وإليك سبور ممثلين في دوري أبطال إفريقيا، ولذلك فإن عددا كبيرا من اللاعبين الذين يشكلون جزءا من التشكيلة أو التشكيلة الموسعة يشاركون في هذه البطولة، ولذلك كان ينبغي أن نبدأ التدريبات ربما في وقت لاحق، أي عند عودتهم في 26 أو 27 من الشهر الجاري. ولقد تأخرنا قليلا للتحضير للمباريات، ولهذا قررنا القيام بهذا التحضير مسبقا، أي في وقت مبكر، وهذا هو السبب في الاختيار المبدئي. هناك مجال لبعض اللاعبين، قدمنا الفرصة لبعض اللاعبين الشباب الموهوبين في بطولتنا للتألق والحصول على فرصة للظهور وتدريبهم. من ناحية أخرى كانت هذه فرصة أيضا لدعوة بعض اللاعبين الذين يلعبون خارج تشاد، والذين تمكنا من التواصل إلى اتفاق مع أنديتهم لكي يتمكنوا من الانضمام، وهم 6 لاعبين، وسيكون هناك أسبوع من الإعداد مع هذا الاختيار المبدئي. وفي الاثنين القادم الموافق 26 سأعلن عن القائمة الأخيرة للاعبين الذين سيشاركون في مواجهة سيراليون وساحل العاج، وفي هذا الاختيار سينضم إلينا اللاعبين الدوليين لاستكمال المجموعة. لذا كان ذلك لتقديم بعض التوضيحات وشرح هذا الاختيار المبدئي. Pour compléter l'eau.